تمام الثالثة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض في 20 من آب الجاري، حسب ما أعلنت الرئاسة الأمريكية الجمعة في إشارة إلى تحسن في العلاقات بين بغداد وواشنطن بعد أشهر من التوتر. وقال البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة فرانس بريس أن هذه الزيارة التي ستجرى في 20 من آب تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق، بينما نواصل التعاون من أجل دحر تنظيم داعش بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والعراق باعتبارهما شريكين مقربين يتطلعان إلى توسيع العلاقات بينهما، موضحا أنهما سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة. أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا بشأن زيارة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، وقال المكتب في بيان: يبدأ الكاظمي الأسبوع المقبل زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي بناء على دعوة رسمية. وأضاف أن الكاظمي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 من الشهر الجاري. وتبع البيان أن الزيارة ستشمل بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار وسبل تعزيزها. وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن الزيارة ستبحث أيضا ملف التصدي لجائحة كورونا والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. قالت نائبة عاليا صيف أن الكتل السياسية وبعد حوارات مكثفة على وشك الاتفاق النهائي لتعديل قانون الانتخابات بشأن الدوائر الانتخابية، مبينة أن الاتفاق سيرضي جميع الأطراف ويضمن بتعدد الدوائر التي طالب بها المتظاهرون. وأضافت أن الكتل السياسية أيضا عاكفة على إنجاز تعديل قانون المحكمة الاتحادية ليضمن إجراء الانتخابات المبكرة، مرجحة أن التصويت على تعديل قانون الانتخابات سيمرر خلال الشهر الجاري. أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش بأخطر أوكارهم في أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق. وكشف الخفاجي عن تنفيذ التحالف الدولي ضد الإرهاب 5 ضربات نوعية استهدفت كهوفا وأوكارا لداعش في وادي ثرثار شمال غربي تكريت وشمال محافظة الأنبار. وأضاف أن سلسلة الضربات التي بدأت صباحا بأسلحة خصصت لهذا الغرض أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتدمير كهوف ومضافات في هذه المنطقة. وبين الخفاجي أن تكنيكنا وأسلوبنا الجديد يعتمد على بناء المصادر والمعلومات الاستخبارية والأمنية. أفاد مصدر أمني بنشوب حريق في بئر نفطي بالموصل، وقال المصدر أن النيران نشبت في بئر نفطي رقم 39 ضمن مصفى الجيارة جنوب الموصل. وأضاف أن فرق الدفاع المدني دفعت بتعزيزات من أجل إخماد الحريق دون وصولها إلى الآبار المجاورة. مع بدء رفع حظر التجوال الشامل بدءا من يوم غد، أكد أهالي الموصل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي، إذ أشار المواطنون إلى ضرورة تقليل ساعات الحظر وتخفيف الإجراءات، لافتين إلى تضرر الكثير من العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود في ظل غياب الجهود الحكومية عن تقديم الدعم لهم.
نفذت شعبة الرقابة الصحية في الجانب الأيسر من الموصل بالتعاون مع الأمن الوطني حملة على عدد من محلات المواد الغذائية والمطاعم والقصابة والأفران في منطقة جوججلي للاطلاع على الالتزام بالتعليمات الصحية، حيث تم رصد عدد من المخالفات والمواد غير صالحة للاستهلاك البشري والمنتهية الصلاحية. وقال مسؤول الشعبة الدكتور محمد سليمان أنه تم إتلاف المواد غير صالحة وعمل محاضرا للمخالفين من أصحاب المحلات. طالب عدد من أصحاب المولدات الحكومة والجهات المعنية بضرورة توفير زيت الغاز للمولدات وتخفيض أسعاره بما يساهم في تقليل سعر الأمبير ويخفف من معاناة المواطنين، حيث أشار أصحاب المولدات إلى أن تسعيرة المولدات لهذا الشهر بلغت 9000 دينار ونصف للأمبير الواحد، وهو ما يفاقم من معاناة الكثير من المواطنين خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا. قالت مصادر طبية صومالية أن 8 قتلى على الأقل سقطوا وأصيب 14 آخرين في حصيلة أولية جراء انفجار قوي هز مركزا عسكريا حكوميا بالعاصمة موغاديشو اليوم السبت. وذكر مصدر أمني أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند مدخل مركز عسكري حكومي قرب القرية الرياضية عقبه تبادل إطلاق نار كثيف. أوقف القضاء اللبناني مسؤولا كبيرا في الجمارك على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وبعد إيقافه أمس انضم مدير عام الجمارك بدري ظاهر إلى 19 شخص آخرين بينهم مديرون عامون حاليون وسابقون تم إيقافهم على ذمة التحقيق في ملابسات الانفجار الذي خلف 154 قتيلا ونحو 6000 جريح ومئات المفقودين والمشردين، بينما أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تتلقى أي طلب للتحقيق في الانفجار بعد دعوات لتدويل الملف. وقالت الشرطة الدولية الانتربول انها ارسلت فريق خبراء لتحديد هوية الضحايا. أفادت وسائل أعلام إسبانية بأن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الذي فر من بلاده إثر فضائح بالفساد يقيم الآن في أحد أغلى الفنادق في العالم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. وقالت صحيفة ABC الإسبانية اليوم أن كارلوس البالغ من العمر 82 عاما وصل إلى فندق قصر الإمارات أبو ظبي مساء الاثنين الماضي، وقرر كارلوس مغادرة بلاده إثر اتهامات له بالتورط في قضايا فساد، حيث ذكر بيان صادر عن العائلة المالكة الاثنين أن كارلوس بعث برسالة لابنه الملك فيليب بين فيها رغبته في مغادرة إسبانيا. ورفض القصر الملكي الكشف عن مكان إخوان كارلوس قائلا أنه سيعلن ذلك بنفسه إذا لزم الأمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.